تقي هاجر رئيس مصلحة تأطير المؤسسة التعليمية التوجيهية بالمدير الإقليمي لمراكش أكاديمية مراكش أسفي. نحن الآن في صدد المهرجان أو الملتقى الثالث للإعلام والتوجيه بمنطقة سيد الزوين. هذا الملتقى الثالث الذي يعرف نجاحا باهرا وتعرف جهود يعني تضافر جهود ديال واحد العدد ديال الجهات المنظمة. يعني كاين عدة شركاء هنايا اللي تنشكرهم جزيل الشكر بهذه المناسبة بما فيهم السلطة المحلية، الدرك الملكي، المؤسسة الجامعية جامعة القاضي عياد بن مراكش، مؤسسة الخصوصية هنا في المديرية، وكذلك تنشكروا الناس اللي صاروا على هذا بما فيها جمعية قدماء ثانوية الوفاق بسيد الزوين. تنشكروا كذلك الجمعيات جمعية أطر التوجيه والتخطيط المديرية الإقليمية لمراكش. هذا الملتقى هذا تيجي في إطار تعريف التلاميذ ديال التعليم الثانوي وحتى الإعدادي، يعني الثانوي بسلكي الثالثة إعدادي بالخصوص تنستهدفوا السنة الثالثة إعدادي والسنتين الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا، من أجل تعريفهم بالآفاق الدراسية والمجالات والمهن المطروحة أمامهم في يعني على الصعيد المحلي والوطني. تنعرفهم بالآفاق الدراسية على حتى المستوى الدولي، يعني الآفاق الدراسية اللي يقدروا يمشيوا لها التلامذ في متابعة الدراسة ديالهم الجامعية والتعليم العالي. هاد المبادرة التي تروم يعني نحيدوا هاد الناس ديال المناطق القروية خصوصا منطقة سيد الزوين من هذيك العزلة، أنه التلامذ ما تيبقاوش غير توجهات محدودة، بل تتفتح لهم الآفاق الدراسية باش يعرفوا بأنه كاين مجالات أخرى، كاين مهن أخرى، كاين يعني آفاق موازية مثلا التكوين المهني، وكاين هذوك لي بون يعني هذوك الممرات والجسور اللي كاين مطروحة ما بين مثلا المؤسسات التكوينيه والتعليم العالي او التعليم العمومي. اذا هذه مبادره طيبه اللي تنقيموها وتنوهوا بها وتنشيدوا بها، لانه يعني فتحات الرؤيه للتلامذ على مستوى منطقه سيد الزوين. سعيد المحي مدير ثانويه الوفاق التاهيليه سيد الزوين. احنا اليوم في صدد يعني الملتقى الدوره الثالثه لملتقى التوجيه والاعلام بالنسبه هذه عادة يعني المؤسسات يعني هذا المرة الثالثة للمؤسسة بشراكة مع الجمعيات القدماء تلاميذ المؤسسة. إذا نحن الآن يعني حاولنا ما أمكن أنه نقربوا للتلاميذ يعني كل ما يهم وكل ما يخص مسألة ديال التوجيه سواء بعد البكالوريا أو كذلك قبل البكالوريا أو حتى تيهم حتى بالنسبة للتلاميذ ديال المرحلة الإعدادية. إذن هذا الملتقى نحن يعني الهدف ديالنا هو أنه التلميذ يعني يتمكن أنه يتوصل لكل المعلومات اللي تتهم التوجيه ديالو واللي تتهم المستقبل ديالو سواء الدراسي من بعد البكالوريا أو المهني أو التكوين كذلك فيما يخص مؤسسات ديال التكوين بحال مثلا التكوين المهني إلى غير ذلك. الحمد لله الملتقى يعني عرف واحد النجاح كبير، يعني الحضور كان حضور اللي هو وازن ديال التلاميذ ديال تقريبا المنطقه ديال الهدايا، منطقه السويله، منطقه التيمور، اكافاي، منطقه سيد الزوين الى غير ذلك، وكذلك حتى ناس اخرين ضيوف جاوا شرفونا من مناطق اخرى. تنشكر بهذه المناسبه كل من ساهم في انجاح هذا الملتقى من مؤسسات عامة أو كذلك مؤسسات خاصة، كذلك السادة المؤطرين ديال التوجيه، مفتشين ديال التوجيه، السلطات المحلية، قائد سمتو المنطقة جامعة سيد الزوين، كذلك الجامعة ديال سيد الزوين لأنهم ساهموا كذلك بواحد الشكل كبير في إنجاح هذا الملتقى. أيضا تنشكروا الحضور ديال مجموعة من الأطر الإدارية والأطر التربوية ديال جماعة ديال سيد الزوين كذلك جماعة الهدايا إلى غير ذلك. إذا كذلك نشكر حتى كذلك وسائل الإعلام اللي كذلك شرفتنا بالحضور ديالها والتغطية الإعلامية لهذا الملتقى. إذا نهاية أو